اليوم نتكلم عن الانسولين. طبعا الانسولين ينتج عن طريق البيتا سيلز اوف ايليتس اوف لانجرهانز، اللي هو تكون موجوده بالبنكرياس. طيب الانسولين اول ما ينتج عن طريق ينتج بصوره برو انسولين، اللي هو يتكون من الالفا تشين، البيتا تشين، والسي بيبتايد اللي هي الكونكتنج بيبتايد. بعدها تتكسر الكونكتنج بيبتايد، تتكسر فيبقى لنا الالفا والبيتا تشين اللي هو ينتج لنا الانسولين. طبعا الانسولين يتكون من 51 امينو اسيد، الالفا تشين 21 امينو اسيد، والبيتا تشين 30 امينو اسيد. طيب هذا بالنسبه للاندوجينس انسولين. الاكزوجينس انسولين، العلماء قاموا باستخراج الانسولين عن طريق من البورك والبيف، شافوا انه البورك اختلافه عن الهيومن انسولين بحامض اميني واحد، اما البيف بثلاث احماض امينيه يختلف، فالبورك كان اقرب الى الانسولين البشري. لكن بمرور الوقت نتيجه الاختلاف بالامينو اسيد لقوا انه صار فد مقاومه ريزيستنس للانسولين، فبدوا يصنعون عن طريق الهندسه الوراثيه انواع مختلفه من الانسولين المصنع وراثيا والمعدل وراثيا، اللي هو رابيد اكتنج. عندنا اربع انواع، اللي هي رابيد اكتنج، شورت، والانترميديت، واللونج اكتنج. طيب راح نتكلم كل انسولين بحده. اول شيء شورت اكتنج انسولين، اللي هو احنا نسميه الانسولين الصافي. ليش نسميه الانسولين الصافي؟ لانه يكون كلير سولوشن، محلول صافي. طيب الشورت اكتنج انسولين الى اسماء اخرى اللي هي سولبل ريجولر. الانست مالته يبدي مفعوله بعد نص ساعه، يوصل للماكسيمم ليفل البيك بعد ساعه، والديوريشن مالته 8 ساعات. ننطيه قبل الوجبه بنص ساعه، تمام. طبعا موجود على شكل اسماء تجاريه اللي هي نوفولين ار. الار دلاله على ريجولر، لانه الانسولين شورت اكتنج هو ريجولر. موجود على شكل هيوميولين ار، والاكترابيد. الاكترابيد هو المتوفر، يعني جاي نشوفه هواي، اللي هو هذا الشورت اكتنج. طبعا الشورت اكتنج بالطوارئ احنا ننطيه اي في او اي ام، حتى يكون الانست مالتي بداية 30 دقيقة تكون من 5 الى 10 دقائق. طبعا هاي 30 دقيقة الانست مالتي اذا ننطيه سب كات، تمام. لكن اذا ننطيه اي في او اي ام الانست مالتي تكون من 5 الى 10 دقائق، يعني بسرعة. طيب الانترميديت اكتنج انسولين او الانسولين متوسط المفعول، اللي هو هذا نسميه الانسولين الخابط. ليش انسولين خابط؟ لانه من نشوفه بال هذا المحلول يكون خابط، شكله يكون خابط، مو صافي، مو كلير. طيب شنو اسمه NPH اللي هو نيوترال بروتامين هاجيدور او ايزوفين انسولين سسبنشن. هذا عالم اسمه هاجيدور قال لك انه الانسولين هو مرتبط بجزيئه زنك، 6 وحدات انسولين، 6 وحدات انسولين اللي هي مرتبطه بالزنك يسمونها هكسامير سداسيه. فقال لك هاي الزنك هي مسؤوله عن الديوريشن، يعني فليش انا ما اضيف نوع من البروتين اسمه البروتامين حتى ازيد الديوريشن، يعني حتى ازيد قوه ارتباط هاي الوحدات مع بعضها، فبالتالي الديوريشن مالته تزيد. فجاب البروتامين، لقى انه هذا البروتامين هو عباره عن ايون موجب يزيد ارتباط وحدات الانسولين مع بعضها، فبالتالي الديوريشن مالته بدل ما كانت 8 ساعه صارت 12 ساعه، تمام. فنتج لنا نوع اخر من الانسولين اللي هو الايزوفين او الانترميديت اكتنج. الانست مالته يبدي الانست ساعه، البيك 4 ساعات، لكن الديوريشن مالته 12 ساعة، فزيدنا الديوريشن
بحركة بسيطة اللي هو إضاف للزنك بروتامين اللي هو بروتين البروتامين موجود على شكل نوفولين ان من كلمة نيوترال يعني الان بي اتش وموجود على شكل هيوميولين. طيب الرابيد اكتنج انسولين اللي هو الانسولين سريع المفعول، طبعا الانسولين سريع المفعول يبدي بعد 5 دقائق، يبدي بعد 5 دقائق لونست مالتي، البيك مالتي تقريبا ساعة، الديوريشن مالته 5 ساعات. الرابيد اكتنج هو الانست مالته تكون سريعة. طيب يكون كلير هم يكون صافي، وبي 3 انواع الليس برو والاسبارت والجلوليسين. الليس برو هذا الانسولين الليس برو اللي قدامكم، ليش اسمه ليس برو؟ خلينا نفسر. هذا الانسولين، هذا تركيب الانسولين، البيتا تشين، هاي البيتا تشين، هاي البيتا تشين تحتوي على بالسلسله مالت البرولين واللايسين، تحتوي برولين ولايسين. احد العلماء سوى سويتشنج، يعني بدل البرولين بدل اللايسين، فخلى اللايسين بالبدايه والبرولين وراها، فشاف انه الانست مالتي صار رابيد بعد ما سوى السويتشنج، فانتج لنا انسولين اسمه ليس برو. تمام. طيب هذا الانسولين يكون ليس برو. بعدها اجت شركه دنماركيه اسمها نوفو نورديسك، شركه دنماركيه سوت ضافت اسبارتيك اسيد. مجرد ما بدلت اسبارتيك اسيد، شالت البرولين، خلت بدال اسبارتيك اسيد فانت نتجت نوع اخر من الانسولين اسمه اسبارتيك اسيد، اسمه اسبارت انسولين، جاي من اسبارتيك اسيد اللي ضفناه بدال البرولين. طيب هذا الاسبارتيك اسيد هو كاتيجوري بي بالبريجننسي، ونوصفه بالنسبه للاطفال بعد السنتين، ما يصير اقل من سنتين. طيب بعدها اجت شركه فرنسيه سوت لنا الجلولايسين، جابت جلوتاميك اسيد، هاي التركيب مال الانسولين، بدلت اللايسين وخليت بداله جلوتاميك اسيد، فسوت لنا نوع اخر من الانسولين اسمه جلو من جلوتاميك، ولا لايسين من اللايسين، جلو لايسين جلو لايسين اللي هو موجود على شكل باسم تجاري ابيدرا. تمام. طيب هذا الابيدرا اللي هو كاتيجوري سي بالبريجنسي، ونوصف الاطفال بعد 4 سنوات. اذا عندنا 3 انواع، الليسبرو، الاسبارت، والجلولايسين، هذا رابيد اكتنج انسولين. طيب اخر او يعتبر هو الاخر لونج اكتنج انسولين. لونج اكتنج انسولين احنا هم يكون خابط بانواع، خابط وبانواع كلير. طيب اللونج اكتنج انسولين البيك مالته نص ساعه، العفو الانست مالته نص ساعه، لكن نو بيك، يكون بيكلس، يعني يبدي، يعني مثل ما موضح بهاي الصوره، يبدي الانست مالته نص ساعه، بعد نص ساعه ويبقى على نفس المفعول، على نفس ال ما بي بيك، يسموه بيكلس. طبعا هذا الانسولين يستمر 24 ساعة. وبي انواع اللي هو التوجيو هاي ماركة مالتي، واللانتس
طبعا هذا اللونج اكتنج بي جلارجين والديتيمير. الجلارجين يجي على شكل اسم تجاري توجو على سبيل المثال، واللانتس طبعا ليه سموه جلارجين؟ لانه بدلوا او ضافوا جزيئه جلارجين لجزيئه الانسولين، يسموه انسولين جلارجين. وعندنا طبعا هذا الانسولين ليش شلون الديوريشن مالته زادت؟ احنا مو قلنا الزنك يربط لنا 6 جزيئات انسولين؟ اجت هاي الشركه قالت لك ليش ما ازيد الانسولين الزنك؟ ليش ما ازيد الزنك؟ فبالتالي راح ازيد الديوريشن، لانه هو الزنك يربط لنا جزيئات المونومر مال الانسولين. هم تفكير منطقي، فزادت الديوريشن صارت 24 ساعة. طيب بجلارجين والديتيمير، هذا الديتيمير يجي على شكل اسم تجاري الليفيمير. الليفيمير طيب نقدر ننطيه للأطفال اللي عمرهم سنتين، هذا الديتيمير يعني آمن للأطفال اللي عمرهم سنتين. طيب وعندنا هذا الانسولين اللي هو اسمه انسولين ديجلوتيك العفو، انسولين ديجلوتيك. طبعا هذه الديوريشن مالته 42 ساعة يكون كلير يعني صافي وبيكلس يعني غالبا ننطي قبل النوم عمود، نبقى يعني نثبت الديوريشن مالتي يبقى 42 ساعة ويجي على شكل زول توفي اللي هي ديجلودك، لأن هو بي أنواع. طيب بعدها الشركات سوت إنسولين هم يبدي هم الأنسة تبدي بسرعة وهم يستمر فترة أطول، يعني الديوريشن تكون أطول، فسووا ميكست انسولين او الانسولين المخلوط. الانسولين المخلوط، هذا الانسولين المخلوط جابوا 30% من الشورت اكتنج انسولين، الانسولين قصير المفعول، و 70% من الانترميديت اكتنج انسولين. فانطاني الهيوميولين اللي هو 70% NPH اللي هو Intermediate و 30% Short Acting، هذا إنسولين Lispro by Vasic اللي هو إنسولين Lispro و Liprotamine Suspension. طيب أكو أنواع أخرى من الميكست إنسولين، خلوا جابوا 30% من الرابيد اكتنج اللي هو يا اما لسبرو يا اما اسبارت، لانه هذا قلنا رابيد اكتنج انسولين يشتغل ورا 5 دقائق، ودمجوا وياه 70% من الام بي اتش اللي هو يبقى 12 ساعة. وشركات الاخ لا والله بدل الام بي اتش ضافوا اللونج اكتنج انسولين اللي هو قلنا ديتيمير او ليفيمير او الجلارجين وهكذا. تمام، فهذا هواي يعني اسماء تجارية للميكست. طبعا اذا ماكو ميكست يعني خصان بالصيدلية، فش نسوي؟ نسحب ثلث الكمية سوليبل اللي هو الشورت اكتنج انسولين، نسحبه اول شيء انسولين الصافي، ونسحب 70% اللي هو ثلثين انسولين الخابط اللي هو الانترميديت اكتنج، فينتج لنا انسولين مخلوط اللي هو يسمونه ميكست انسولين. تمام، ان شاء الله يكون الموضوع واضح، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.